بتاع الشفقات في النمو ايوه عشان نبقى عارفين احنا رايحين نعمل ايه بالظبط. حضراتكم عارفين كويس انه قبل ثورة 25 يناير كان عندنا معدل نمو مرتفع وكان عندنا معدل استثمار عالي، لكن هذا النمو العالي زي ما دايما بنقول لم يصاحبه توزيع عادل لثمار النمو ده. فاحنا اللي عايزين نعمله دلوقتي ان احنا نرجع مصر تاني على خريطة الاستثمار الدولية كدولة جاذبة للاستثمار، وان احنا نستغل هذه الاستثمارات في ان احنا نحقق معدل نمو مرتفع ولكن فوائده بتعم على الجميع. خريج الجامعه الغير عاملين وعندها عدد كبير من المستهلك حول العالم من خلال هذه الاتفاقيات التجاريه. عشان كده احنا بنعمل المؤتمر ده ليه؟ لان انا لما بقول عايزه اجذب استثمارات وعايزه احقق معدل استثمار مرتفع ده ما بيجيش من فراغ، ده بيجي من إن أنا أروج للاستثمار، بيجي من إن أنا أعمل إصلاحات تشريعية تنعكس بصورة جيدة وإيجابية على الاستثمار، وبيجي من إن أنا أحل منازعاتي مع المستثمرين. حصلت وأيضاً وضع المشروعات ووضع المفاوضات على بعض. Egypt is your access to the world. The routes are paved. The infrastructure is set. Natural resources are readily available. New laws have opened new doors. A 26 million strong skilled labor force is on call. 1.6 billion consumers are waiting. The stock market is on the rise. The potential for high return is prime. The economy is in line for versatile growth and stability is firmly in place. Now is the time to become a partner in Egypt's growth and development for the future. It is a privilege for us to be playing a part in the development of the Egyptian economy. All this national security stuff quiets down. I don't know if any of these. For Egypt, what we need right now the most is an increase in foreign investment. It's imperative, actually. We need to have a new discourse around the economy. We need to think about new ways of engaging investors, of engaging the private sector, of engaging or of creating linkages between the government and investors and private sector. So I think for me, I'm hoping the conference is going to lead to a new path. That's why it's called Egypt the Future. حركة التجارة العالمية بتعدي من جزء كبير منها بيعدي من قناة السويس، وبالتالي النهاردة انك تبقي عندك أصل بيشيل الاختراقات اللي فيه ده على المدى المتوسط والبعيد هيبقى له عائد كويس. حاجة تانية انه تقدري تعملي زي ما الحكومة بتفكر، وانا في تخيل ده تفكير صحيح، بتفكر ان هي تعمل كلاسترز تجمعات لصناعات تجميعيه لصناعات خدميه على محور قناه على السكه بتاعه المحور بتاع القناه. ما بين المرور الزياده اللي هيجي لك على القناه من حيث عدد الحاويات وعدد المراكب اللي بتعدي والى اخره، ومن حيث الخدمات اللي انت هتديها سواء خدمات مناطق صناعيه سواء مناطق تجميعيه سواء خدمات حول المحور. انا في اعتقاد ان دي فكره صائبه، بتتنفذ صح هتنجح 100%.